تزامنا وعيد الطفولة، نظمت مديرية التربية بولاية قسنطينة حفلا ضخما حضره مئات التلاميذ من مختلف الأطوار للاحتفال بيومهم العالمي، لتكون الفرصة أيضا لأخذ قسط من الراحة من الضغط الذي عاشه التلاميذ جراء الإضرابات والاضطرابات الكبيرة التي شهدتها السنة الدراسية. عبد الجليل حنديس وهشام طلبي رصدا لنا. نحن اليوم في وسط هذه البراعم في عيد الطفولة اللي نتمنى أن تكون كل أيام سنة عيدهم، لأن كل شيء من أجلهم ولهم. بهذه المجهودات الجبارة لإحياء هذه الذكرى العالمية للطفولة، لتكون أبناء الجزائر يشاركون مثل جميع أبناء العالم، وتعم الفرحة إن شاء الله أجيال الغد. كما يفرحوا هما يتناو حتى حنا ثاني نفرحوا بهم ان شاء الله. نتمنى لهم الصحة والهنا، كل عام هما بخير ان شاء الله.